السلام عليكم مرة أخرى. احنا جد سعداء باش نحطوا الرحال ديالنا في مدينة طنجة بهذا العمل اللي هو يعتبر عمل عنده قيمة كبيرة، لأن فيه ثلاثة الأجيال تشارك هذا العمل المسرحي سيدي قدر العالمي ديال مسرح المدينة للمخرج الكبير حسن هموش. جمعت فيه ثلاثة ديال الأجيال، جيل سيدي محمد الدرهام عبد العزيز الطاهري والسي عمر العمري، والجيل ديال الفنان المتوكيل، والجيل ديال شبوبة ولمياء. وصراحة يعني عمل ديال سيدي قدر العالمي تيحصلنا الشرف أننا نكونوا إلى جانب هذه القامات الفنية اللي مرة أخرى يبدعون تيبرعوا بالتشخيص، وعمل اللي صراحة عنده طقوس ديالو كل مدينة والجمهور ديالها والأتموسفير اللي تيتحب يتقدم فيها العمل ديال سيدي قدر العالمي. وشكرا للجمهور اللي تيجي، شكرا للرياض السلطان اللي استضف هاد الفرقة هادي واستضف عمل ديال سيدي قدر العالمي. وحنا فرحين مرة أخرى مع الصحافة التي حجت كذلك وجات تواكب مثل هذه التظاهرات. شكرا لكم مرة أخرى. بهلول لا يحرك منا. شنو هي؟ عندك شي بيني وبين قال لي وبيني خلا وجع البيتي حسن انت هادي شوف انا ما يسمي والو. في الحقيقة أنا اللي تفاجأت وأنا اللي فوجت وأنا اللي تفرجت. علاش؟ لأنه مني جينا لهذا الفضاء ما كنتش كان حلم أنني نشاهد فضاء بحال هكا من إبداع جمعية. يعني أنا بصراحة يعني متفاجئ، ولو أنني ما زرتش الفضاء كله، ولكن إنما حللت يعني كان لقى شيء أشياء رائعة جدا. جمعية يعني أهنئها من صميم القلب لأنه هذا عمل ثقافي رائع. وفي هذا العرض هذا أنا شعرت بواحد الحميمية ما بين الجمهور والقاعة، يعني الجدار الرابع اللي كان في المسرح يعني ما كاينش يعني شعرنا بواحد الحماس لدرجة أنني كنصنف هذا العرض في طنجة كأحسن عرض داج في العروض كلها اللي دزت. رغم الإمكانات ومسرح محمد الخامس وكذا، أنا كنعتبره كثير من الممثلين كذلك اللي شاركوا أنه تعتبروا هذا العرض أحسن عرض داز لسيدي قدر العالمي. وشكرا وسلامي للجمهور ديال طنجة وتحياتي للجميع. شكرا.
يا سرب الناس من بغاليد الجنية وفرح قلبه على محاني وكداري. كان لي الشرف أنني نشارك في مسرحية سيدي قدور المستوحاة من مسرحية سيدي قدور العالمي اللي كان شغل عليها المرحوم عبد السلام الشرايبي، وكان شارك فيها واحد المجموعة ديال الوجوه الفنية الكبيرة اللي افتقدناها، منهم من رحل ومنهم من زال ما زال ينتظر نحباه. المسرحية أعيد يعني تركيبها بشكل آخر، حيث تم إعدادها من طرف كل من حسن هموش اللي هو المخرج للمسرحية وخالد ديدان. المسرحية الحالية تجمع ما بين أربعة أجيال، الجيل الأول المتكون من كل من الفنانين الكبيرين بطبيعة الحال اللي يشهدوا لهم التاريخ على ما قدموه للمجموعات الغنائية، ألا وهما كل من الحاج محمد درهم ومولي عبد العزيز الطاهري وكذلك عمر العماري. الجيل الثاني كيتكون مني أنا طبيعة الحال، لأنه اشتغلت يعني كثير في إطار مسرح المبادرة وجمعية أبيق راق مع الأستاذ عبد الجيد فنيش الذي هو بدوره يشتغل على الموروث الثقافي والملحوظ بالدرجة الأولى. العمل الفكرة ككلية معروفة على أن صديق الدول العالمي مشات له الدار، وهذا صديق الدول العالمي هو ناظم ملحوني كبير يعتبر فيلسوف الملحون، يعني حسب ما أجمع عليه الدارسون والباحثون أنه فيلسوف الملحون. هي في الحقيقة ما كان مشت له لا دار ولا تشي حاجة، هذا يعني نظم فيه ما فيه من الحوار المسرحي وفيه ما فيه من مناجات إلى الخالق. الجمهور الطنجاوي يعتبر جمهور مثقف يستمع، ولو أن العمل أي عمل كيف ما كان إلا أنه قص ويأخذ فكرة معينة، المهم يستمع بتأني ويتجاوب بتأني كذلك. تبارك الله عليهم تهم، وتحية لطنجة العالية اللي هي يعني أنا عندي درع عمي هنا في طنجة لأنني أنا من الحسيمة وعندي الحنين لهذه المدينة هذه اللي كنحبهم كلها وكنبغيها وكنموت عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.